بسم الله الرحمن الرحيم. Wir fangen jetzt mit der Lektion 6 an, mit dem Buch Grammatik aktiv. Kann ich oder muss ich? هل أستطيع أو هل يجب؟ هو يجب يعني يجب علي. فما زلنا في المودال فيرب. هنا الجبراوخ الاستعمال كيف نستخدمه؟ فالدرس الماضي كنا متحيرين في بعض الكلمات. اليوم سأشرح لنا. لدينا في البداية المودال فيرب الأكليرونغ الشرح والبايشبيل المثال. فلدينا müssen يجب keine Alternative يعني لا يوجد خيار لازم 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 keine Alternative. مثال ich muss arbeiten أنا يجب أن أعمل. ich muss auf die Toilette gehen يعني ممكن نكتفي ب أنا يجب يعني أن أذهب إلى الحمام. فالجيهن هذا لا نحتاجه في الألماني. لدينا الآن الكونن يستطيع. فلدينا ثلاث احتمالات أو يعني ثلاث خيارات أو ثلاث شروح لها. Ich habe das gelernt يعني أنا تعلمته. فعندما لدي الملكة في الشيء أقول Ich kann Englisch sprechen أو Ich kann Englisch. أنا أستطيع الإنجليزية أو أستطيع التكلم بالإنجليزية. رقم اثنين Es gibt die Chance, es gibt die Möglichkeit يعني يوجد الاحتمال هذا. وهنا نستخدم أيضا können. Hier kann man essen und trinken يعني لدي الإمكانية أو السماح أن آكل وأن أشرب. المعنى الثالث dürfen يعني يسمح. هنا يكون مشترك بين الدürfen والكنن أن es ist nicht verboten هو ليس ممنوع. فهنا نستخدم ممكن الكن وممكن الدürfen. Hier kann man parken oder hier darf man parken. هنا أستطيع أن أركن بالسيارة. طيب الآن الدürfen und nicht dürfen لا يسمح ويسمح. Es ist verboten يعني nicht dürfen ممنوع عكس المسن أظن. يا دف نicht تمام. Es ist verboten ممنوع. Hier dürfen Sie nicht rauchen. لا يسمح ممنوع يعني بالتدخين أو الدخان. Es ist erlaubt مسموح. Heute dürfen meine Kinder Fernsehen. يسمح لهم هو مباح أن يشاهد الأطفال اليوم التلفاز. طيب möchten Es ist ein Wunsch, oder es ist mein Wunsch, höflich. يعني الاحترام كما قلنا المرة الماضية. فمثلا ich möchte einen Kaffee, أريد قهوة أو أريد ich möchte einen Kaffee trinken, أريد أن أشرب قهوة, bitte, لو سمحت. ورجاء عندما تذهبون لألمانيا أو قبل أن تذهبوا لألمانيا تعلموا البيتر. أنا لدي زميل يسكن معي يقول لي دائما ich möchte das, ich möchte dies بدون البيتر. حتى الألمان يعني هنا لازم نقف قليلا أنا سأسكت قليلا. عندما لا يقال لك أو عندما لا تقول البيت سيقول لك صوبة بعض. سأكتبها لكم أو حبذا لو أحد كتبها في المجموعة وهنا على الزوم. صوبر صوبر بالأر فوت يعني كلمة السر. سيقول لك صوبر بعض حتى تقول بيتا ثم يأتيك بالشيء. فهذه أحد الأسباب أن الألمان يكون رخم مع الأجانب. wollen es ist mein Wunsch direkt يعني هو أمنيتي لكن يكون مباشر يعني غير محترم. nicht höflich wenn wir etwas von einer Person möchten يعني يكون غير محترم عندما نطلب شيء من شخص. فمثلا Ich will gerne Ski Urlaub machen. طبعا هنا Ski لأنها ليست كلمة ألمانية. الكثير حتى الذي وصل إلى البي 1 يقول Ski هي Ski. Ich will gerne Ski Urlaub machen. أريد أن أعمل إجازة الشي أو التزحلق على لوحة مش عارف إيه على الثلج. بعدين إلى الزولن وما أدراك ما الزولن. Erstens Möchtest du, dass ich؟ هنا في الأسئلة
عندما يكون الموضوع متعلق بالسؤال فنستخدم الزولن، يعني هل تريد أن أفعل كذا؟ مثلا زول إيش دي أنا كافي ماخن، فهنا أسأل هل تريد مني أن أفعل القهوة، فهنا لا نقول مس إيش دي أنا كافي ماخن، زول إيش دي أنا كافي ماخن. فعندما نطلب شيء أو نسأل أحد أن نفعل له شيء نستخدم الزول. المعنى الثاني أو الاستخدام الثاني eine andere Person hat zu mir gesagt sie müssen und ich erzähle das، يعني أحد الأشخاص الآخرين قالوا لي أن أجب، يعني يجب أن أفعل كذا. فالطبيب مثلا يقول للمريض du musst trinken du musst medizin nehmen du musst schlafen، يجب أن تفعل كذا وكذا. فأنا أحدث شخص آخر وأقول له الطبيب قال لي يجب أن أفعل كذا، فهنا استخدم الزول. Der Arzt sagt، الطبيب يقول ich soll die Tabletten nehmen، أن آخذ الأدوية، und ich soll nicht arbeiten، ولا يجب أن أعمل. إلى هنا أحد لديه أي سؤال؟ نعم، عندي سؤال. تفضل. يعني ما الفرق بين موس وصل أو صل؟ فهنا مثلا يعني احنا بنرى الشرح لا يوجد خيار، فالأمر متعلق باليجب الفرضية. أما الزولن كما قلنا نستخدمه في الأسئلة، هل يجب أن أفعل كذا؟ أو في الحكاية عن شخص آخر أوجب لي شيء. هذا باختصار. طبعا الأمر يعني ليس للدرجة أنه كارثة ولا أحد سيفهمني، لا، الناس سيفهمون. وفي بعض الأحيان يكون الأمر بين أنه في خطأ، لكن في أغلب الأحيان لا يوجد. يعني لا نخاف من هذا، والآخر نستعمله أو يعني الباقي نجعله هكذا، أنه مسن نستخدمه في الكل في الأغلب، والزول نستعمله فقط في موضوع الأسئلة. عندما نقول هو غالبا، أنا مثلا عندما أتعلم العربية الجملة أكونها بالألمانية أولا ثم أترجمها، فأدقق في الأشياء التي لازم أركز عليها في العربية. فنفس الموضوع تفعلونه في الألمانية، تسألون أنفسكم مثلا هل يجب أن أفعل لك قهوة، أو هل تريد مني أن أفعل قهوة، فهذا ثم نترجمه، وبدلا من المس نستعمل الزول لأنه سؤال.